بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وعدت اني اسجل فيديو لطريقة التسجيل في منحة النايلون الخاصة بمؤسسة مصر الخير لطلبة الجامعة، يعني اللي عايز طلبة الثانوية اللي عايزين يدخلوا الجامعة وعايزين الجامعة تدفع لهم المصاريف. في 70 منحة مقدمها جمعية مصر الخير بالتعاون مع بعض الجامعات اللي هي متعاونة معاها جامعة النيل وجامعة القاهرة كلية الهندسة نظام الساعات المعتمدة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر والجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الجيزة الجديدة وجامعة بدر بالقاهرة. هنشوف دلوقتي الخطوات بالكامل. رابط التسجيل تحت الفيديو، الرابط اهو، هندخل على رابط التسجيل. في الاول بس كده قبل ما نسجل ولا قبل ما نعمل حاجه، هنبقى محتاجين صوره البطاقه الشخصيه وصوره بطاقه ولي الامر وصوره شهاده الميلاد وصوره استماره النجاح وصوره شخصيه، صوره هتصور لي صوره شخصيه. دول 5 حاجات. وفي بقى السادسه اللي هي لو انت مقدم في الجامعه او حاجه بتصور الاستماره اللي هو اداها لك او الورق الايصال اللي هو اداه لك ان انت حاجه تثبت ان انت مقدم في الجامعه او ان انت هتتقبل في الجامعه. يعني بالنسبه بقى للتسجيل، احنا بنعمل حساب جديد طبعا. احنا هندخل هنا، ندخل انشاء حساب جديد. هنملى البيانات عادي بتاع تسجيل الدخول. هنكتب هنا الاسم اللي احنا عايزين نكتبه، وهنكتب هنا البريد الالكتروني الايميل اللي انت هتكتبه اللي هو كده ممكن يبعت لك رساله عليه، وهنا الرقم القومي بتاع الطالب، وهنكتب هنا رقم التليفون، وهنا نكتب كلمة السر وهنعيد كتابة كلمة السر هنا. بعد كده هنضغط تسجيل الدخول. تم التسجيل بنجاح. تم التسجيل بنجاح بقى هنكتب هنا، هنكتب البريد الإلكتروني والرقم السري اللي احنا كتبناه وهنسجل دخول عادي. بعد ما نضغط تسجيل هيكتب لنا هنا تم التسجيل بنجاح. هنكتب هنا كده، هنكتب هنا البريد الإلكتروني الإيميل بتاعنا اللي احنا سجلنا بيه، وهنكتب كلمة السر اللي احنا كتبناها ونضغط تسجيل الدخول. تسجيل الدخول دلوقتي في عندنا 4 منح. في استمارة التعليم الجامعي، وفي استمارة التعليم الفني، وفي منحة قادورون دي منحة تانية، وفي منحة خريج مدارس سويس للبيت الكومويات. احنا اللي عايزينها طبعا استمارة التعليم الجامعي. هنا بقى عندنا البيانات كتيرة جدا، بس لو مشينا فيها بالترتيب كده هتمشي معانا تمام وما بيبقاش في اي مشاكل. فانت تابع معايا الفيديو وهتشوف ان شاء الله كل حاجة. اول حاجة بنكتب معلومات المتقدم للمنحة. بنكتب هنا الاسم، اسم المتقدم، اسم الطالب والمنحة. بنختارها منحة النايلون الخامسة. وللتحاق بأي الجامعات بنختار الجامعة اللي احنا عايزين نلتحق بها. يعني احنا هنا عايزين نختار جامعة بدر. انت بتختار الجامعة اللي انت عايز تقدم فيها. الرغبات بقى انت بتختار رغبتين اللي انت عايز كده او كده، يعني حسب، بس يكون المجموع بتاعك يجيبهم. وبنكتب الجنسية مصري والنوع بنختاره، وبنكتب تاريخ الميلاد، بعد كده المحافظة والمدينة اللي هو بتاع محافظة الميلاد. الرقم القومي بيتكتب اوتوماتيك من التسجيل اللي احنا سجلناه. بنكتب هنا العنوان، عنوان الشارع والبلد اللي احنا فيها والمحافظة والمدينة. بعد كده بنكتب هنا بقى رقم تليفون لولي الأمر، رقم موبايل يعني رقم حد فيهم، ورقم للطالب. بعد ما خلصنا بيانات الطالب بنكتب بيانات ولي الأمر. بنكتب هنا اسم ولي الأمر والمسمى الوظيفي، الوظيفة بتاعته وجهة العمل، والعنوان طبعا العنوان بتاعه، واسم الأم والبيانات بتاعتها، المسمى الوظيفي والعنوان برضو بتاعها، ورقم تليفون البيت. بعد ما خلصنا بيانات ولي الأمر الوالد والوالدة، بنكتب بقى المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم. هنختار بقى المكان اللي هو خده، ثانوية عامة ولا دبلوم ولا ايه، ثانوية عامة ولا أزهري ولا. بعد كده بنكتب هنا المجموع والنسبة المئوية، درجات سنة أولى ودرجات سنة تانية ثانوي يعني، والتخصص الدراسة اللي هو علمي ولا أدبي وعلم علوم ولا علم رياضة. بعد كده بنكتب بقى اسم المدرسة والعنوان والإدارة التعليمية والمحافظة والمدينة، الحاجات دي يعني. بعد كده بنملى الجزء ده للاتصال بشخص اخر في حاله الطوارئ، حد يكون قريب منك، ممكن اخوك الكبير او اختك الكبيره او
اي حد تاني، ابن عمك، ابن خالك، خالك، عمك، اي حد يعني يكون اللي هو في حالة الطوارئ لو كده ممكن يتصلوا بيه. بتكتب اسمه وصلة القرابة وبتكتب العنوان بتاعه وبتكتب رقم تليفون ليه. نيجي بقى للجزئية دي. الجزئية دي بنكتب فيها شوية كلام حلوين كده اللي هم أقل من 100 كلمة، يعني آخر حاجة 100 كلمة، اللي هو لماذا تعتقد أنك مرشح جيد لهذه المنحة، ولماذا اخترت دراسة التخصص الذي حددته في هذه الاستمارة. هتتكلم يعني عن نفسك، ان انت كنت عايز تدخل الحاجة دي ايه، وكنت عايز تدخل المنحة ليه. ممكن الجزء الثاني ده اشرح كيف تم الالتحاق بالمنحة ودراسة هذا التخصص سوف يساهم في تنمية محافظتك. هتكتب هنا بقى يعني انت دخلت المنحة دي ازاي، مين قالك عليها او مين عرفك بيها وعرفتها منين يعني، وهتكتب انت يعني ممكن تفيد المجتمع بايه بعد ما تخلص. الخطوة الاخيرة بقى ان احنا بعد ما كتبنا هنا البيانات، الخطوة الأخيرة بنختار هنا، بنختار المرفقات بقى، بندوس على تشوز فايل وبنختار الورقة اللي احنا مجهزينه، ونكون طبعا مجهزينه في مكان بنختار منه الورق، هنحدد عليه كله، بنحدده واحدة واحدة. الخطوة الأخيرة بنختار المرفقات. المرفقات بنعمل فيها ايه بقى، بنعملها في ملف مضغوط وبعد كده بنرفعها. هنعرف ازاي دلوقتي نعملها في ملف مضغوط. هنعرف ازاي دلوقتي نعملها في ملف مضغوط. احنا بنبقى مجهزينها في فولدر خاص بيها، الـ5 صور اللي احنا عايزينهم. هنضغطهم بأي طريقة من طرق الضغط، احنا هنضغطهم وبعد كده الملف المضغوط اللي احنا هن وبعد كده الملف المضغوط ده هو اللي هنرفعه، هنختاره في الرفع، هنقول تشوز فايل، هنختار اللي هو أمل محسن، هنختار الملف اهو. بعد ما رفعنا الملف هنيجي بقى الخطوة، في الخطوة دي خطوة مهمة يعني هم بيحتاجوها، يعني في اختبارين كده هم، اختبار مقياس الذكاء الانفعالي واختبار مقياس سمات الشخصية. بندخل على كل اختبار فيهم ونعمل الاختبار. اختبارات عادية جدا ومفيش حاجة اسمها اجابة صح او اجابة خطأ فيها. اهم حاجة فيها انك انت وانت بتعمل الاختبار اهم حاجة وانت بتاخد الاختبار بتكتب الحاجة اللي هي اللي انت حاسس بيها بجد، او بالاجابة اللي هي جواك، ما تنفعش ما تغيرش فيها لان مش هتفرق معاك في حاجة. بنضغط على اول واحد فيهم، مقياس الذكاء الانفعالي. قدامك بقى اللي هي المجموعة دي، انت بتختار فيها، بتختار بتقرأ كل سؤال وبتشوف انت موافق ولا غير موافق، بشدة مش موافق خالص، ولا غير موافق، ولا مش متأكد، ولا موافق، ولا موافق قوي. هما 40 سؤال يعني، انا هعرضهم قدامكم كده عادي، وانت بقى مع نفسك انت بتختار اي حاجة انت عايزها. بعد ما بتخلص الاختبار بالكامل بتقوله تخزين، بيتقفل ويفتح الاختبار التاني، هنشوفه دلوقتي. بعد ما بنكمل 41 سؤال بنقول تخزين. بعد كده بنروح بيبقى بقى اختبار مقياس سمات الشخصية، برضو بندخل عليه. الاختبار عبارة عن 40 سؤال، برضو 52 سؤال الاختبار. هتكتب برضو فيهم نفس الحكاية، والاختبار لا تنطبق أبدا، وتنطبق قليلا، وتنطبق أحيانا، وتنطبق كثيرا، وتنطبق تماما. بتشوف انت الحاجة اللي انت الإحساس بتاعك يعني، أو السؤال ينطبق عليك ولا لا ينطبق ولا كده. بعد ما بنخلصه بنضغط على تخزين، بيبقى كده خلاص احنا خلصناها. بعد ما بنضغط على تخزين خلاص على كده اتخزنت. ممكن نعمل حفظ مؤقت، دي بتحفظ لنا الملف بتاعنا او التقديم بتاعنا، او ممكن نعمل حفظ نهائي. في حالة الحفظ النهائي خلاص هي اتحفظت على كده، ما ينفعش ترجع تاني وما ينفعش تغير فيها. بعد ما خلصت كل حاجة بنضغط حفظ نهائي. بس في معلومة بس الاول، اي خانة فاضية مش هيرضى يحفظ معاك، هيجيب لك خطأ، فعشان كده لازم تملى كل الخانات. يعني بالنسبة لأرقام التليفونات مكتوب أرقام تليفونات كتير جدا كده مطلوبة، فأنت ممكن رقمين أو ثلاثة تبدل فيهم في الأماكن المهمة تملى الخانات كلها،
وبعد كده بتضغط حفظ نهائي. بعد ما بتضغط حفظ نهائي بيجي لك بقى اللي هو اشعار كده بيقول لك ان الحفظ النهائي يعني انك لن تستطيع التعديل في الاستماره مره اخرى، يعني خلاص على كده هتقدم الاستماره. بتضغط له اوكي. بعد ما تقول اوكي بتبقى انت كده قدمت، وبتنتظر ان هم بيتصلوا بيك لو كده، ممكن بيتصلوا بيك لو في حاجه ناقصه او كده، وبيحددوا معاك ميعاد مقابله شخصيه اللي هم بيقابلوك فيها بقى، فيها اجراءات تاني كده انا ما اعرفهاش يعني. بتمنى ان اكون افدت اي حد سمع الفيديو، بتمنى ان يكون افدتك. ولو انت حسيت ان انت استفدت ممكن الفيديو تبعته لحد زميلك يستفاد بيه. بس عايز انوه تاني ان اخر ميعاد للتقديم يوم 2/8 اللي هو المفترض بكره، فياريت تبعت الفيديو لكل زمايلك او لكل اصحابك عشان خاطر يستفيدوا، يعني هم يقدموا ممكن ربنا يكرم حد فيهم.